مساكم الله بالخير كل من يتابع قناتكم قناة السعودية وتحديدا برنامج الشارع السعودي في حلقة جديدة تأتيكم كانت تساؤلات كثيرة متى وقت البرنامج برنامج طبعا يوم الاثنين والثلاثاء العاشرة مساء ياتيكم بتوقيت مكه يعني في كل اسبوع وكان في تساؤل كثير وش المواضيع وكيف يمكن نشارك احنا سمينا برنامجنا الشارع السعودي يعني باختصار يجب ان يكون نبض للشارع السعودي ونحرص كل الحرص على ان نطرح الملفات التي تهم المواطنين كذلك من خلال تواصلهم معنا عبر قنوات التواصل اللي نسعى ان تفعل ان شاء الله بشكل اكبر حتى في المره القادمه او في الفتره القادمه في مواقع التواصل الاجتماعي حساب البرنامج وكذلك حساب قناة السعودية اليوم قبل بس ما نبدأ نطرح موضوعنا وملفنا الرئيسي يعني كان في جهد كبير الحقيقة قامت الجهات الأمنية وواصلت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالف في نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود في عملياتها طبعا ليش احنا شفنا الحقيقه انتشار العماله المخالفه وندرك مدى الفوضى اللي كانت تعم السوق المحلي يعني حتى انها اثرت سلبا في فرص العمل لدى شبابنا السعودي بل تصاعدت مشكله العماله المخالفه يعني العديد من هؤلاء سكنوا البيوت المهجوره بعضهم انشاوا مصانع للممارسات المغلوطه بعضهم يقوم بي 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 لهم خطر امني وخطر اجتماعي على البلد يعني ولكن ربما البعض كان متساهل في أن يأوي أحد من العمالة المخالفة ومخالف نظام الإقامة والعمل والحدود ويظن أن هذا الأمر يعني بسيط لكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير وحتى نعرف أكثر خلوني أرحب معي بالاستديو بالعميد سامي الشوارخ متحدث الأمن العام اللي راح يسلط معنا الضوء على الحملة أو الحملات الميدانية المشتركة اللي قاعدة تقوم فيها يعني الأمن العام مع الجهات الاخرى الحكوميه ذات العلاقه، خليني بس ابدا يعني كمنطلق لحديثنا. حملاتكم هل هي مؤقته؟ هل هي حمله مثلا يعني اذا شفتم والله عندكم مثلا معايير معينه اقمنا حمله ولا هي بشكل مستمر ما تتوقف؟ حياك الله استاذ خالد، في البدايه خليني ارحب فيك وارحب في الاخوه والاخوات مشاهدي ومتابعي القناه السعوديه، اهلا وسهلا بكم جميعا. الحقيقه استاذ خالد تساؤلك مهم لكن قبل ان ندخل في الاجابه على هذا السؤال علينا حقيقه ان ندرك جميعا ان مثل هذه العماله المخالفه هي مصدر خطر على امن البلد، على اقتصاد البلد، على بعض الانشطه الاخرى الاجتماعيه المتعلقه ايضا باداره الاموال وطريق اكتساب الاموال بشكل عام. المخالفات الحقيقه يعني لا تضرب بس في النواحي الامنيه وانما ايضا لها اضرار اقتصاديه واضرار صحيح. اجتماعيه اخرى فبالتالي هذا خطر امني كبير والأمن العام بحكم أنه هو المعني الحقيقة بتطبيق النظام العام فيما يتعلق بضبط هؤلاء المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص هو يمارس حقيقة اختصاصه من خلال يعني هذه الحملات الأمنية لا سأل خالد الحملات الأمنية دائمة ومستمرة كما سبق وأن أعلن عن الحملة الأمنية الشاملة الحقيقة على مخالفي أنظمة العمل على مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود انطلقت في الشهر الثاني من عام 39 وهي مستمرة من, من تلك الفترة إلى يومنا هذا مستمرة بنفس الوتيرة وبنفس الطريقة وبنفس الأسلوب طبعا قاعدين نشوف لقطات يمكن وبذات زودتونا فيها الحقيقة لعمليات الحملات الميدانية اي اي بالضبط استاذ خالد الحملات الامنيه لا هي مستمره وهي دائمه وهي الحقيقه تستهدف <applause> الاماكن التي يعني ممكن أن يتجمع فيها هؤلاء العمالة أو يمارسون أنشطتهم بطريقة أو بأخرى معظم هذه الأنشطة م. الحقيقة هي أنشطة يعني غير نظامية تسعى لاكتساب الأموال بطريقة غير مشروعة إما بتصنيع أو ترويج المواد الممنوعة أو أيضا بالقيام بالعمليات المخالفة للأنظمة هذا, هذا اللي يمكن يدعون لتساؤل يعني وش الأضرار أو الجرائم اللي رصدتموها من هؤلاء المخالفين؟ خالد يعني المتابع الحقيقة للبيانات الإعلامية أو البيانات الأمنية التي يتم نشرها يعني على التوالي في وسائل التواصل الاجتماعي قبل ذلك في وكالة الأنباء السعودية في حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية الأمن العام يدرك جليا أن معظم الجرائم التي يتم كشف غموضها أو ضبط المرتكبين أو المتسببين أو المتورطين في ارتكابها فئة كبيرة من هؤلاء الجنات والمجرمون وهم من العماله المخالفه للانظمه انظمه الاقامه والعمل من الحدود جزء كبير من هذه الجرائم مثل مثل الجرائم تصنيع او ترويج المواد الممنوعه واكتساب من خلالها ايضا جرائم السطو او السرقات او ايضا م. القيام بعمليات ماليه غير مشروعه خارج النظام المصرفي السعودي بالتاكيد ان كل هذه العمليات بالإضافة إلى أخطارها الأمنية هي أيضا تشكل خطر على اقتصاد البلد من خلال إدارة المال بطريقة غير مشروعة طيب بالرغم من ذلك ما زلنا نشوف عندنا مخالفين للنظام وخلي نتكلم بكل صراحة وبالعكس وأنا أتوقع مهم لنا كمواطنين أن تصلنا الرسالة بوضوح تلقى البعض يعني يمكن عنده خادمه من جنسيه افريقيه، وخلنا نقول يمكن اثيوبيه انا بقولها تمام يعني، ولا عنده عامل بالاستراحه من جنسيه مثلا يمنيه مخالفه مثلا. هؤلاء شو يمكن نقول لهم يعني؟ وش الرساله اللي ممكن توجهونها لهم في الامن العام عن الجديه فعلا في ضبط كل المخالفين دون تهاون. اخي خالد اولا المواطن هو رجل الامن الاول، وهو المعني حقيقه بان يكون الامن في اعلى مستوياته وعلى درجه عاليه. تعاون المواطن تعاون المقيم أدى حقيقة إلى نتائج إيجابية في حملات سابقة بخلاف الحملة الأمنية حتى في خطط أمنية معينة حتى في إجراءات أمنية معينة المواطن والمقيم الصالح تعاونه مع الجهات الأمنية إيجابية تتفاعله أدى الحقيقة إلى نتائج هي المبتغى المواطن يجب أن يستشعر أنه هو رجل الأمن الأول وهو كذلك الحقيقة نلمس حقيقة يعني كجهاز أمني خاصة أن قنوات التواصل معكم صارت سهلة تطبيق تواصل. كلنا أمن والبعض يتساءل هل فعلا لما نبلغ بكلنا أمن يجيكم وتأخذونه بجدية بالضبط خالد من خلال تطبيق كلنا أمن من خلال وسائل التواصل المعلنة من خلال مراكز العمليات 999 تسعة, تسعة في كل مناطق المملكة تسعة واحد واحد في منطقتي مكة والرياض من خلال التعاون الحقيقة من خلال الإبلاغ على وسائل التواصل الاجتماعي وكل هذه تطبيق كلنا أمن أيضا م. كل هذه الحقيقه البلاغات تؤخذ بعين الجديه وتؤخذ بعين الاعتبار جزء كبير الحقيقه من نتائج الحملات الايجابيه الرقم اللي سبق اعلن عنه قبل اسبوعين تقريبا ما يزيد على خمسة ملايين تم ضبطهم من مخالفي هذه الامر خلال كم تقريبا من بدايه انطلاق الحمله من شهر صفر عام 39 الى تقريبا قبل اسبوع او اسبوعين هذا عدد عدد ليس بالقليل اي يعني نعم بالضبط اخوي خالد وهذا وهذا يعني علمنا اتوقع مدى يعني جرم هذه بلا العمالة شك. بلا اللي شك. تاتي بطريقة غير نظامية بلا شك أخي خالد هي تشكل حقيقة خطر كبير، خطر أمني وخطر اجتماعي وخطر اقتصادي بالتعاون آه معهم يعني آه لا لا تهاون في التعاون في في, في 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 التعامل مع من يتهاون مع هؤلاء آه العمالة طيب سواء. وش العقوبات؟ خلينا نقول لا تهاون خلينا نعرف وش العقوبات اللي قد تطال مواطن حتى أو مقيم قام بإيواء أحد المخالفين لنظام الاقامه والعمل جميل استاذ خالد اذا اتفقنا اولا على ان جريمه تسهيل دخول المخالفين للانظمه او ايوائهم او تشغيلهم او تسهيل يعني عملهم بشكل او باخر هو جريمه حقيقه تضر اقتصاد البلد فبالتالي ياتي الحقيقه يعني تصنيفها كجريمه كبيره من يتعاون بالتسهيل او تسهيل دخول هؤلاء الفئه الى المملكه العربيه السعوديه او تشغيلهم او ايوائهم او نقلهم هو الحقيقة يصنف تصنف هذا هذا الفعل يصنف كجريمة كبرى, كبرى, توجب للتوقيف العام العقوبات فيها تصل إلى الغرامة بمليون ريال السجن يصل فيها إلى من خمس سنوات إلى خمس عشر عام مصادرة أيضا وسيلة الإيواء أي ما كانت ومصادرة وسيلة النقل أي ما كانت أيضا التشهير بالمخالف والمخالفين النظام النظام نص على التشهير. التشهير نعم بالضبط هو كخيار ولا كعقوبة لا لا هو كعقوبة جزء أه. من العقوبة أن يشهر بالمنشأة أو صاحب المنشأة أو الشخص الذي يؤوي أو أو يسهل عملية النقل أو تشغيل هذه الفئة أو أيضا تسهيل دخولها إلى المملكة أو نقلها بطريقة أو بأخرى يعني أنا أتساءل هذا لأنه يعني أنا أشوف كثير من أنظمتنا خلينا مثلا لو بناخذ سوق العمل كمثال التكامل اللي المفروض يصير ما بين الامن العام مثلا وكل الجهات، انا يعني عندي خطط توطين متجهين لها ان شاء الله، لكن في للاسف في تستر عند التجاري وفي البعض ربما يعني يفتح مجال لعماله مع مخالفه انها في الشقق المظلمه يقومون بالشغل المفروض يشتغل فيه عيالنا وابنائنا. بالضبط بالضبط. خالد يعني لما احنا ننظر الى الحمله وندخل الى اليه تنفيذ الحمله، الحملات الحقيقه تنفذ من خلال اللجان الامنيه الدائمه بشرط المناطق. هذه اللجان بالاضافه الى انها ممثله بكل الجهات الامنيه بالمنطقه تقريبا او معظم الجهات الامنيه بالمنطقه، ايضا يوجد ممثلين من الهيئات والمؤسسات والوزارات المعنيه بمتابعه الانشطه التجاريه مثل وزاره التجاره او, أو وزاره البلديات او ايضا وزاره الصحه او الهيئة الغذاء والدواء، كل هذه الجهات الحقيقه ايضا تشارك بطريقه او باخرى في تنفيذ الحملات الأمنية ومتابعة ورصد الأنشطة التي تدخل في اختصاص هذه الوزارات والهيئات طيب العقوبات ودي بس نذكرها يعني طيب هل يشمل هذا نظام العمل لكن مثلا واحد عنده خادمة أثيوبية مخالفة للنظام مثلا أو من أي جنسية يعني نحدد أو أي عامل وش العقوبة اللي ستطال عندما يضبط هو العقوبة أعلن عنها أستاذ خالد أنه السجن من خمس سنوات إلى خمسة عشر عاما من يسهل نقل أو إيواء أو تشغيل هذه العمالة الغرامة بغرامة تصل إلى مليون ريال ايضا مصادره الجهه او وسيله النقل او او المكان الذي تم الايواء فيه بالتالي لا تهاون الحقيقه يعني ما ما يعني يعني يشمل حتى العمل المنزليه مو بس حتى مقر العمل يعني عشان ال الناس يعرفون نقول مصادره المقر الايواء لكن الناس في بيوتهم خلينا نقول واحد يعني كلنا على ما قال الجير واحد خلينا نتكلم بكل شفافيه ناس عندهم شغالات مثلا مخالفات خلوا يعرف انه يجيها العقاب بلا شك يعني كل حاله الحقيقه تدرس على حده ويتم ايضا النظر فيها على حده من جميع الجوانب من جميع الجهات من ضمن يعني من من, من الجهات ايضا حقيقه تطبيق النظام وتطبيق أوه. الانظمه هي ايضا تدرس كل حاله على حده لكن احنا نتحدث بشكل عام هذه هي العقوبات التي قررها النظام العقوبه بالسجن من 5 الى 15 سنه من 5 سنوات الى 15 سنه والغرامه بمبالغ تصل الى مليون ريال وايضا مصادره الاشياء التي ذكرناها قبل قليل فبالتالي احنا نتحدث يعني عن النظام وعن تطبيق النظام على بحق المخالفين ايا ما كانوا وفي اي مكان يعني لا استثناء الحقيقه من تطبيق النظام على أحد طيب ضبط محاولات التسلل يعني الى يعني يمكن يعني كان حتى البيان الصحفي اللي خرج انه قال 9550 شخص تم ضبطهم لمحاولتهم التسلل عبر الحدود الى خارج المملكه، كيف الدور الكبير في الجانب جانب الضبط الضبط الحدودي؟ والله شوف يعني زملائنا ويعني في حرس الحدود يقوم بادوار أوه. كبيره الحقيقه في عمليه ضبط او من يحاول ان يعني يتسلل الى البلاد خارج البلاد بطريقه غير نظاميه او ايضا الدخول الى ايضا البلاد بطريقه غير نظاميه بالتالي العمل الامني بشكل عام لجميع القطاعات التابعه لوزاره الداخليه هو عمل تكاملي من خلال الخطط الامنيه التي يعني ترتكز على عدد من الابعاد من ضمنها حقيقه البعد الذي يتعلق بضبط المخالفين او ضبط من يحاول ان يتسلل الى خارج البلاد او الدخول اليها بطريقه غير نظاميه يمتد ذلك الى العمق الى متابعه المخالفين بعد ان يتمكنوا بطريقه او باخرى بدخول البلاد ايضا متابعتهم وضبطهم وتطبيق العقوبات المقرره نظاما بحق بحق جميع الحقيقه طيب. العناصر المتورطه في ايواء او تشغيل او ادخال العماله. طيب الرساله اللي تبون توصلونها للناس حتى يعني انت معنا ان شاء الله حلقاتنا حلقاتنا راح نتكلم اليوم الحقيقه عن موضوع ملف جدا مهم موضوع اللقاحات والاجراءات الاحترازيه والبعض تراخى كاننا يعني حس ان الازمه ترى انتهت لا ما بعد انتهت والبعض عنده حديث واستفهامات حول موضوع اللقاحات راح نتكلم عنها ان شاء الله في حلقتها لكن خلينا نتكلم عن يعني اذا حسن النيه لا يعفي الانسان من العقوبه. بلا شك اخوي خالد احنا يعني, يعني لو قال شغاله انا ما عندي شغاله واستعنت الشغالة ايه المخالفه. ايه لا ما في شك يعني ليس عذرا ليس عذرا ابدا اليوم ما في احد جاهل بالنظام، النظام الان مع معلن. ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قناة التلفزيون مثل قناتكم الآن قناة السعودية من خلال الصحف من خلال جميع الوسائل الحقيقة وصلت جميع المعلومات التي يعني تنفي الجهل عن الجميع بالتالي كل من يخالف يقع تحت طائلة العقوبة وتحت طائلة النظام آه نعول كثيرا الحقيقة على تعاون جميع فئات المجتمع آه المواطن الصالح المقيم الصالح أيضا نعم. جزء كبير الحقيقة أنا ذكرت أستاذ خالد في البداية أنه جزء كبير من نتائج الحملات الإيجابية هي كانت نتيجة لتعاون آه شرائح المجتمع المختلفة الذين يهمهم المواطنين, المواطنين بلا شك المواطنين هل كان في بلا شك بلا شك المواطنين والمقيمين الصالحين الذين يقيمون بطريقة نظامية يهمهم أيضا مم. وبشكل كبير أن يكون وضعهم نظامي بشكل كبير ويه ويهمهم أيضا آه مصلحة هذا البلد من جميع النواحي، من النواحي الامنيه، من النواحي الاقتصاديه، من مختلف النواحي الحقيقه نتقدم حقيقه من خلال برنامجكم بالشكر الجزيل لمن يتعاون مع الجهات الامنيه ونحفز ونشجع الاخرين الى التعاون ونؤكد ايضا انه لا تهاون في تطبيق العقوبات ونعول كثيرا على ان المواطن هو في الحقيقه رجل الامن الاول يهمه بالتاكيد يعني القضاء على المخالفات، يهمه امن البلد، يهمه اقتصاد البلد بشكل او باخر. اكيد ويعني شكرا على جهودكم وحنا بعد لازم نكون معكم حتى في الجانب التوعي ويوصل رسالتكم للمجتمع آه يعني رفع الوعي مهم جدا ومسؤوليتنا جميعا الوعي الامني دبقى. فموفقين واحنا معاكم وهذه لعلها رساله واضحه ترى ما عاد في تهاون يعني ولا تهاون في تطبيق العقوبات في كل من يخالف وياوي او يسهل تنقل او دخول مخالفي نظام الاقامه والعمل والحدود لا تهاون حتى حسن النيه لا يعفيك يعني من ذلك حتى من يأوي خادمة مخالفة ما لقيت خدامة أنا عارف أنه في مشاكل في الشارة تنحل مشاكل الاستخدام وتصير سهلة وصول والحصول على الخادمة بسعر مناسب لكن لكن ليس عذرا أن واحد يأوي خادمة مخالفة هذه ضررها على البلد قد يكون كبير وضررها الأمن والاستخبارات كثير كذلك من يأوي عمالة حتى في استراحاتهم الشباب اللي يجيبون واحدة من العمالة العربية واليمنية و تلقاه مخالف وزي يعني بس ايش ويزين لهم ال يعني بالاستراحه سوالف الشباب وشاهي وقهوه و وكان الموضوع طبيعي وهذا رجل مخالف بالتالي جماعه ترى ما في تساهل الامن العام يعلنها لا تهاون في التعامل مع كل مخالف او من ياوي المخالفين لنظام الاقامه والامن والحدود وحنا دورنا كبير ان نكون معهم يدا بيد نشوف احد مخالف نبلغ يا جماعه ما هذا امن البلد فوق كل اعتبار حتى معنا ان شاء الله في الجزء <applause> الاخر اللي يتعلق ب <applause> حتى حملاتكم الاحترازيه في موضوع يعني ازمه كورونا والجانب الالتزام بالاجراءات الاحترازيه مهم جدا واللقاحات والبعض يتساءل اللقاح طبعا اليوم حتى بدانا بلقاح الفئه من 12 الى 18 سنه وشفنا اقبال بعد حقيقه جميل من الاطفال و تساؤلاتكم خاصة الناس اللي موسوسين بسالفة اللقاحات والمؤامرات نبي نتكلم عنها ونبي نأخذ رأي المختصين فيها بعد الفاصل أهلا بكم من جديد تكثف الجهات الأمنية جهودها في مساندة الجهات الحكومية في ضبط مخالفي كذلك الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ونشوف أن المخالفات اللي يمكن ترصدها وزارة الداخلية ما زالت مستمرة رغم تشديد وزارة الصحة وكذلك رسائل تطع المجتمع بضرورة الالتزام راح نفتح معكم هذا الملف برفقة ضيوفنا بالاستديو جد طبعا ترحيبي للعميد سامي الشويرخ المتحدث الرسمي للامن العام وكذلك رحب بمن معنا رحب بكاتب الراي والمهتم بالشان الاجتماعي الاستاذ فهد الاحمري كذلك معنا عبر السكايب الدكتور ماجد الشمراني استشاري الامراض المعديه خلونا بس نبدا نشوف التقرير اللي جهزوه الشباب تقرير ميداني حاولنا نرصد فيه مدى التزام الناس بالاجراءات الاحترازيه وكنا مع الامن العام مرافقين نتابع تواصل الأجهزة الأمنية جولاتها الرقابية والتفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا حيث تنشط هذه الجولات في الأماكن العامة والمجمعات التجارية والمطاعم أخوي حنا لاحظناك من تحرص وزارة الداخلية ممثلة في الأجهزة الأمنية على إيقاف ممثلة في الأجهزة الأمنية على إيقاع العقوبات المنصوصة على المخالفين للإجراءات الاحترازية والتي تصل في أقصاها إلى 200 ألف ريال فيما يصل الحد الأدنى إلى ألف ريال مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة حررنا عليك مخالفة عدم لبسك الكمام بالشكل الصحيح وفقك الله وفي احصائياتها التي تنشر بشكل دوري، أعلنت وزارة الداخلية عن عدد المخالفات التي طبقتها في مناطق المملكة المختلفة، حيث وصل عدد المخالفات إلى 17818 مخالفة في الفترة ما بين العاشر والسادس عشر من شهر ذي القعدة، وقد سجلت منطقة الرياض أعلى عدد من المخالفات بواقع 5918 مخالفة فيما سجلت منطقة جازان أقل عدد بواقع 106 مخالفات لبرنامج الشارع السعودي فيصل حاسم شكرا لزميلنا فيصل سامي خليني اسالك يعني البس الكمامه ولا بنتبخالفني؟ مخالفني والله احنا اشوف انهم مطبقين ما شاء الله التباعد الاجتماعي <applause> بشكل كويس طيب. فبالتالي يعني تطبيق الاجراءات الاحترازيه وتدابير الوقايه هو جزء الحقيقه يعني من م. الامتثال للانظمه الصحيه بشكل عام وتطبيقها ومتابعتها ورصدها الحقيقه هو يعني جزء من الاهتمام بالصحه العامه لكل فئات المجتمع. طيب ابرز المخالفات اللي رصدتموها في عدم التقيد بالاجراءات الاحترازيه وش كانت؟ هو صحيح اخوي اخي خالد يعني احنا آه ذكرنا يمكن ذكر من خلال تقريركم قبل قليل انه الجهات الامنيه تتابع وترصد الحقيقه الامن العام بحكم يعني طبيعه عمله وهو الذراع الميداني للوزارة الداخليه يباشر الحقيقه عمليات الرصد والمتابعه والضبط. للمخالفين للاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه، لعل ابرز المخالفات تاتي في عدم التقيد بلبس الكمامه، ايضا عدم التقيد بالاعداد المسموح بها في المناسبات الاجتماعيه، مناسبات الزواج او المناسبات الاجتماعيه الاخرى المحدده ب شخص اليوم يمكن احد يكون عنده مناسبه زواج يدعو لها يعني 40 40 50 فبالتالي يقع تحت طائله العقوبه حتى حتى, يعني حتى الحفلات الحكوميه, الحكومية الحفلات الحكوميه لها حقيقه ما ينظمها بروتوكول لها بروتوكول حقيقه يعني تطبيق التباعد تطبيق النظام يعني بشكل كويس مختلف تماما عن احنا نتحدث عن المناسبات الاجتماعيه المختلفه ايه التي تقام في المناسبات او الاستراحات او قاعات الافراح عدم التقيد بالعدد المحدد الحقيقه ايضا اضافه الى المخالفات المتعلقه الحقيقه بدخول بعض الاسواق التجاريه دون التقيد حقيقه بالاجراءات المتعلقه بلبس الكمام او تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل طيب فبالتالي كل من يعني يقع في هذه المخالفه يتم حقيقه تحرير مخالفه بحقه ويتم ضبط الهدف الاساسي الحقيقه من تطبيق هذه المخالفات او الرصد او المتابعه والاعلان حتى عنها نعم. هو الهدف هو وقايه نعم. المجتمع من آه الانخراط الحقيقه او ان يقع صحيح. حقيقه ضحيه. طيب من الذي يضبط؟ يعني ما داخل المجمعات التجاريه، من يضبط المخالفه؟ آه هل آه هو الامن آه الصناعي؟ الهيئات او الوزارات تتعاون <applause> مع الاجهزه الحكوميه الاخرى الحقيقه مع 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 وزاره الداخليه ومنسيب وزاره الداخليه او, أو. الامن العام بشكل عام، الامن العام يعني يضبط في الميدان <applause> الهيئات او المؤسسات تضبط أو اعمال التي تقع تحت نطاق اشرافها الاداري، الانشطه التجاريه أوه. التي تقع تحت نطاق اشرافها، بالتالي وزاره التجاره ايضا تمارس اعمالها بطريقه او باخرى، ايضا وزاره البلديه تمارس اعمالها، بالأنشطة التي تقع تحت يعني او تشرف عليها ميدانيا، ايضا أوه. وزاره الصحه، هيئات هيئه الغذاء والدواء الى غير ذلك الحقيقه من المؤسسات والهيئات، ايضا تمارس الاعمال التي تتعلق بضبط من منسوبيها او من يتردد عليها، بالتالي يعني قد يكون أوه. بالفعل زي ما ذكرت اخوي خالد الامن الصناعي هو جزء حقيقه صحيح. من الاجهزه التنفيذيه التي تمارس الحقيقه عمليه المتابعه والرصد وبحكم انه يعني تحت النطاق او الاشراف الاداري لوزاره البلديات او لوزاره التجاره، الامن العام ايضا معني أوه. بتطبيقها في جميع المجمعات او ما يدخل تحت اختصاص عمله في الميادين في الشوارع في الطرق. جميل، طيب الاستاذ فهد آه. هل تشوف انه في المجتمع الان كان البعض حس ان الازمه انتهت وكان الحياه عادت طبيعيه مثل ما كانت قبل كورونا؟ هل ترى هذا الشيء؟ ولا لا؟ مستوى وعي المجتمع ما زال عالي ويعني وما زال كذلك متيقظ. الحقيقه انه ساهمت الاجراءات الاحترازيه والتوعيه من السلطات الصحيه والسلطات الامنيه في الوعي حقيقه بالاضافه الى انه يعني هذا امر يعود لصحه الانسان فحصل حقيقة وعي بالتأكيد لكن الإنسان بطبيعته يعني التراخي في مثل أوه. هذه الأمور و يعني نحن كذلك نحتاج تبرر يعني لا 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 ما أبرر أبدا بالعكس هذه في النهاية صحته هذه في النهاية صحة المجتمع بعد مو بصحته بالحالة وصحة بصحت المجتمع يعني هو الحقيقة إحنا بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية أيضاً هي جانب مهم جداً، لأن الله سبحانه في الحديث إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لكن أيضاً نحتاج إلى الوعي الداخلي، الضمير الداخلي، ضمير الإنسان اللي الرقيب فعلا هو رقيب على على ذاته، على بيته، في محيطه، في دائرة المنزل، في دائرة الحي، في دائرة نعم الزملاء، فبالتالي يحصل عندنا تكامل اجتماعي أمني صحي. طيب في جانب بس خليني الدكتور ماجد يمكن شفنا تابعنا حتى في وسائل الإعلام بعض المدن نيويورك على سبيل المثال وبعض المدن احتفلوا انه خلاص ما عاد يطبقون الاجراءات الاحترازيه وربطها البعض بانهم وصلوا الى يعني ما يسمى بالمناعه المجتمعيه يعني صار تحصين نسبه كبيره عندهم، السؤال متى يعني احنا نتكلم يعني سؤال مباشر هل تغطيه التحصين 70% من البالغين هل يعني ذلك اننا اقتربنا من الوصول للمناعه المجتمعيه؟ حياك الله اخي خالد والاخوه الضيوف وايضا المشاهدين. طبعا وضع الدول الخارجيه عشان ما نحب ان نقارن انفسنا بوضعهم من ناحيه اللي هي نسبه التطعيمات لأن اعدادهم مختلفه واجراءاتهم مختلفه وان كانت في روح الاجراءات واحده لكن مختلفه، اوضاعهم مختلفه شوي واعداد الحالات مختلفه. في نحن ماشيين في نفس الطريق يعني يوما ما حنوصل بوجود التطعيمات والوعي العام في المجتمع حنوصل لغايه انه بنقول انه المحصنين بجرعتين ممكن انهم يعني يشيلوا الكمامات او في الاماكن العامه ممكن يشيلوا الكمامات ممكن نحن نوصل قريب باذن الله تعالى مهم جدا حكايه قريب قريب دكتور قريب متى يعني عطني عطني بناء الاحصاءات وكإنسان متابع يعني يمكن الحملة التحصين والتطعيم الكبيرة واليوم يمكن الفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة بدأوا بإعطائهم للقاح يعني أعطني كمراقب يعني توقعك بناء على المسار الزمني بس بحط بالك حاجة واحدة أنهم هم بدأوا مثلا في أمريكا بدأوا أنهم أو الولايات المتحدة الأمريكية بدأوا في تطعيم الفئة العمرية اللي هي من 12 إلى 17 قبل ووصلوا في نسبة اللي هي 70% في بجرعتين جرعتين مو جرعه واحده آه قبلنا حتى طيب اذا نحن بنمشي بنفس الرذم هذا هو رتم سريع ترى بالنسبه لعدد السكان وعدد التطعيمات اللي بتعطى بشكل يومي نحن وصلنا في فتره ما نعطينا لغايه 250 الف او قريب حتى 300 الف جرعه انا بتكلم على على المملكه العربيه السعوديه وهو يعني مجهود جبار يعني يشكروا فيه وزاره الصحه والقيادة بتوفير اللقاحات الامنه بشكل سلس لو نحن بنتكلم انه بهذا الريتم اللي الان حاصل إيه؟ مليون فوق ال 17 مليون جرعه اغلبها عباره عن جرعه واحده للمستفيد واحد آه وبدأنا وبدينا برضو في الفئه الثانيه اللي هي فئه الاطفال اتوقع بنهايه السنه هذه بنهايه السنه هذه ان بنوصل نهايه 2021 ان بنوصل نقول نحن والله الاجراءات الاحترازيه ممكن قبلها بشهر او او اقل او اكثر ان بنقول والله ممكن يا رب يا رب ان شاء الله لكن لكن دكتور انا في تساؤلات كثيره عند اللقاح يعني عند اللقاحات باخذ واعطي معاك فيها بس خليني قبل ما نودع كده العميد سامي يعني الجوانب الامنيه اللي تتعلق بالجرات طيب المخالفات اللي تتعلق بالتجمعات العائليه والتجمعات العماليه كيف يعني يتم رصدها استاذ خالد الحقيقه جميع المخالفات سواء كانت مخالفات الاجراءات الاحترازيه مخالفات التجمعات العماليه او او خلافها من التجمعات الاخرى هي جزء الحقيقه من مخالفات الاجراءات الاحترازيه وتدابير الوقايه، بالتالي يتم رصدها ومتابعتها من خلال المهام الميدانيه التي تقوم بها اجهزه الامن في الميدان، الرصد والمتابعه، تقارير البحث الميدانيه، ايضا البلاغات التي تتلقاها الحقيقه الأجهزة الأمنية المختلفة في مختلف مناطق المملكة من المواطنين والمقيمين الصالحين المتعاونين الذين يبلغون عن بعض هذه الممارسات أو هذه التجمعات الخاطئة يتم الرصد والمتابعة والتعامل مع هذه المخالفات وفق الأنظمة والتعليمات وتطبيق العقوبة يعني بس الحين لو واحد عزم له سوى عزيمه ولا اكثر من 20 يعتبر مخالف ما في شك هذا هذا معلن عنه في وسائل أوه. التواصل الاجتماعي من خلال حساب الامن العام من خلال حساب وزاره الداخليه يعني لا يتحس... انا اقول حتى المجتمع ترى ابيك لا يتحسسون الناس لما انعزموا بعض العزائم ها اي لا المشكله انه البعض يتحدث عن انه عزم 20 جاه 40 واحد يجي معاه مع ثاني وناس يتسامعون عارف في المساله طيب هذه مثل ه... الوضعيه بس أنا... انا ما عزمت الا اللي... عشرين. لا يعفيك أخو خالد من المسؤولية يعني هو الهدف حقيقة حماية المجتمع ووقايته من انتشار هذا الفيروس وهذا الوباء اليوم احنا نسمع عن متحورات كثيرة في مختلف دول صحيح. العالم. اليوم احنا نسمع عن عن انتشار كبير حقيقه في مختلف دول العالم، المملكه العربيه السعوديه اتخذت عدد من الاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه سنت ايضا الكثير من الانظمه التي نأت بالمجتمع عن الانخراط في خطر هذا الفيروس، بالتالي يجب ان تستثمر يعني هذه الانظمه وهذه التعليمات، يجب ان نستثمرها نحن كمواطنون وكمقيمين بطريقه يعني ايجابيه صحيح. وان نستثمر حقيقه بالتطبيق والامتثال للانظمه والتعليمات. يعني يعني يا جماعه الموضوع لا حسن ما في تهاون، يعني البلاغات اللي تردكم عن طريق الاتصال. ولا في ايضا تطبيق أه لا هو حقيقه تطبيق كلنا امن موجود أيوة أيوة. ايضا ومن خلال العمليات والعمليات يعني تسعة, تسعة, تسعة في مختلف مناطق المملكه و911 في منطقتي الرياض ومكه يتم تلقي البلاغات يتم التعامل معها جي. ايضا من خلال المهام أه. الميدانيه لرجال الامن هناك حتى لو ما جاكم بلاغ يعني مريت استراحة وشفتم بالله. والله سيارات زحمه لا احنا مو مرينا خالد احنا بناء على خطط ممنهجه هي اه يعني يعني انتم تسوون مسح امني بلا شك استباقي بلا شك بلا شك في خالد في حقيقه يعني خطط أوه. امنيه ميدانيه يتم اتخاذها ومسار يعني منذ حقيقه بدات الجائحه هناك مسار امني أوه. تم اتخاذه هناك خطط ميدانيه في مختلف مناطق المملكه يتم متابعتها ورصدها الارقام التي يعلن عنها كما أي. ذكرنا هي نتاج الحقيقه للمجهودات الامنيه من نتاج ايضا لت تعاون المواطنين المختلفين نحتاج لمن تترقى الأجهزة الأمنية من بلاغات ونعول كثيرا الحقيقة على التعاون والاستمرار على هذا النهج من جميع فئات المجتمع بالتعاون والإيجابية و ايضا يعني التقيد الاهم هو التقيد بالاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه في التجمعات في التقيد بالاعداد المعينه في لبس الكمام في الاجراءات الصحيه المعلن عنها من جميل. وزاره الصحه. آه يبدو لي في حتى في اشياء كثيره تتعلق بالجانب استاذ تكون معنا حتى ان شاء الله نهايه الحلقه آه تكمل معنا. استاذ خالد طيب. نكمل الـ. الـ يعني حنكمل يمكن نقاط كثيره سواء فيما يتعلق باللقاحات منع المجتمعيه وحتى اجتماعيا ومدى فعلا وعينا وامنيا كيف قاعدين يضبطون فعلا كل مخالفة له في تهاون بعد الفاصل أهلاً بكم من جديد ونتابع حديثنا عن ملف هام جدا، السعب أكيد بالاجراءات الاحترازيه، ما يتعلق كذلك باللقاحات، وجدت ترحيبي بضيوفي في الاستديو العميد سامي الشويرخ، متحدث رسمي للامن العام، الاستاذ فهد الاحمري، كاتب الراي والمهتم بالشان الاجتماعي وعبر سكايب معنا الدكتور ماجد الشمراني، استشاري الامراض المعدية، طيب. احنا الشباب يعطيهم العافية يمكن حتى يعني سوينا للراي، سألنا الناس في الميدان في الشارع السعودي. كيف تتصرف اذا شفت احد مو ملتزم بلبس الكمامه او التباعد في مكان عام خلينا نشوف ايش قالوا احنا كمواطنين او مقيمين الكل لازم يلتزم بالاجراءات الاحترازيه ونكون حريصين عليها فرد فرد كبير صغير لحتى نقدر نتخلص من هالوباء الموجود يعني عنا بالدرجه الاولى لما نصادف هذه الاشياء الشخصيات من نتكلم معها بالاول درجه الاولى طبعا ما استجابت او ما حاولت اعطت الموضوع انتباه او اهتمام اوكي نروح نتجه للناس المختصه كالامن سكيورتي مثلا معانا في المول طبعا هذا هاجس مجتمعي كبير يجب ان نحرص على تطبيق الاحترازات لسلامه المجتمع ففي تصرف فردي ممكن ان اقوم فيه وقتها وفي تصرف يعني اسلم ممكن ابلغ الجهات المسؤوله او المختصه في في المنطقه يتصرفوا معه بحيث تبعد عن شخصنه الموضوع يعني ولكن هذا واجب على الجميع يجب ان يكون في تصرف حازم تجاهه اول شيء اعطيه نصيحه ثاني شيء اذا كان معي زياده كمامه اقدم له اعطيه من التعقيمات ومن هالكلام هالك وامشي يعني يعني جميل عندنا هالوعي وان شاء الله يكون اجمل كذلك اننا يا جماعه ما نتهاون يعني هانت ان شاء الله ما بقى مثل ما راح بحول الله في مواجهتنا للازمه والوعي الكبير على وعينا احنا المجتمع يعني لاجل سلامتنا والتقييد بالجهات الاحترازيه. طيب سؤال الان متى اشيل الكمامه؟ يعني ماني بقول متى البس الكمامه، انا في مكان عام متى يمكن اشيل الكمامه؟ والله استاذ خالد يعني انت ما 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 دمت في مكان وفي تجمع وفي اختلاط يجب عليك ان تتقيد بالاجراءات الاحترازيه ومن ضمنها لبس الكمامه، لما تكون انت وحدك في في المركبه او مع عائلتك ممكن يعني يراعى انك انت يعني تخلع الكمامه، لكن لما تكون في وسط تجمع او في وسط تجمعات او بشريه هو النظام واضح انه لابد التقيد بالاجراءات الاحترازيه من حتى ضمنها في العمل حتفق. اماكن العمل بلا شك حتى في طيب اماكن, أماكن. العمل يخالف الموظفين ولا يخالف رب العمل؟ والله هو النظام حدد الحقيقه إيه؟ ان الهيئات لانه خليني اتكلم بصراحة يعني بعض يعني بعض خاصه سواء قطاع خاص او حتى بعض الجهات الحكوميه خليني اتكلم يعني مع الرجعة والحمد لله وخاصة المحصنين زادت نسبتهم عندنا بدأت تصير في تساهل لا في الاجتماعات أول زين أيام اجتماعات كلها مرئية الحين لا صار في اجتماعات يمكن في عدد كبير هذا النظام الحقيقة يعني خول الهيئات والمؤسسات والوزارات ان تشرف على الانشطه أوه. التابعه لها الهيئات والمؤسسات التابعه لها ان تطبق النظام على موظفيها او منسوبيها او الانشطه التي ايضا تشرف عليها بالتالي داخل المقار أوه. الحكوميه او داخل الهيئات او المؤسسات او الانشطه التجاريه التي تشرف عليها الهيئه الوزارات معينه هي من تطبق النظام بحق المخالفين وتتاكد أوه. الحقيقة من تطبيق النظام الامن العام يمارس اعماله واختصاصاته ومهامه في المواقع التي تدخل تحت نطاق اختصاص سواء في الميادين او في الاماكن العامه. طيب في فعاليات قاعده تقام وموعدين يمكن حتى بفعاليات قادمه سواء ترفيهيه ولا غيرها اكيد مهم جدا موضوع انه حتى اكد عليها يعني اثناء اقامه هذه الفعاليات بالبروتوكولات الصحيه اللي ممكن تتبع فيها، لكن كيف ممكن نوصل رساله يا جماعه انه لا تهاون حتى نعود أولا تعليقا على سؤالك منذ قليل متى أضع الكمامة حقيقة إحنا نعتبر الآن لازلنا في حرب وهذه الأسلحة فإذا وضعنا الأسلحة أسلحتنا في أثناء المعركة فسوف نواجه هزيمة شنيعة لا زال الخطر موجود لا زال الفيروس موجود هذا من ضمن الأسلحة الأسلحة أيضا التباعد الأسلحة أيضا الاحترازات الاخرى موضوع النشاطات الترفيهيه الحقيقه نحن بين موضوع الترفيه وبين موضوع الاحترازات م. في النهايه لا نريد يعني ان تكون هذه وسيله وسيله الترفيه تكون غير عينها. ساره صحيح. نبغاها ايضا تنطوي تحت موضوع الفرح م. ولا يكون نتيجتها عواقب وخيمه لا قدر الله في م. انتشار الفيروس خاصه مع المتحورات الجديده طيب دكتور ماجد خليني بسالك كذا كم سؤال هي من اسئله الشارع السعودي يعني احدهم يقول انا اخذت جرعتين من لقاح فايزر ولكن جتني كورونا ويمكن اكثر من واحد يمكن تكررت نفس الامر، التساؤل هل اللقاح يعني يقلل من الاثار الجانبيه للفيروس ولا اللقاح كي يمنعك او يعني او يقلل نسبه اصابتك فيه؟ يعني ابغى تتضح للناس لانه البعض يقول ها هذا فلان اخذ له جرعتين وجته كورونا. طيب هو اللقاح حقيقه بي أه يعمل هذه كلها. نسب مختلفه يعني لقاح بيقلل مضاعفات فيروس الكورونا اللي هي تؤدي الى الموت لا قدر الله بعد الله سبحانه وتعالى او الدخول العنايه المركزه او الدخول المستشفى بنسب جدا عاليه توصل لغايه 99% وممكن اكثر من 99% هل هذا لو هذا هل هذا لو ارتباط بانخفاض نسبه الحالات الحرجه لدينا؟ صار عندنا تسجيل حالات مرتفع لكن عدد الحالات الحرجه قل عندنا، هل الارتباط ارتباط؟ جدا جدا وهذا بنشوفه حتى في الفتره الجايه بشكل اكبر مع الجرعه الثانيه حتقل كمان اكثر باذن الله تعالى وبرضه مع الاطفال حتقل اكثر. ف فاللي كنت بقول الله يحفظك انه بيعمل اللقاحات بتعمل جميع الفوائد العامه اللي منها واحد تقليل اللي هي الدخول للعنايه المركزه، دخول المستشفى، الاحتياج للمستشفى بنسب عاليه جدا توصل لغايه فوق 99%، اثنين بتمنع انتقال الفيروس وفي دراسات حديثه حتى يمكن اشياء نزلت قبل ثلاثة ايام او اربع ايام من الان انها بتنزل نسبه انتقال الفيروس أوه. بنسبه توصل لغايه 50% وهذا شيء جدا ممتاز نحن حنعرف انه الفيروس بوجوده وتحوراته الان اللي حاصله انه فيروس بيكون مجتمعي بيستمر معنا فتره طويله و مجرد اننا باخذ اللقاح بقلل انتقاله معناه بيقلل سرعه تحوراته أه. المتح... طيب المتحور اللي تتكلم عنه منظمة الصحة العالمية وأنه ترى المتحور أصاب أكثر من ثمانين دولة واحذروه ترى أشد انتشارا هل هذا يدعو للقلق عندنا؟ يدعو للقلق للناس اللي ما أخذوا اللقاح نعم كيف؟ للناس اللي ما أخذوا اللقاح لأنه نسبة انتشاره أسرع الان الفيروس اللي هو من نوع دلتا مثلا الهندي وحتى الانواع الثانيه فيها نسبه انتشار اكبر في الفئه العمريه اللي هي ما تطعمت الان والان والله الحمد اتجاه الدوله بتقديم اللقاح للفئه العمريه هذه اللي هي من 12 ل 18 سنه لانه لوحظ في الفتره الماضيه بدات بدا انتشار في داخلهم اكثر من 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 اللي اخذوا جرعه او اخذوا اللقاح. الشيء الثاني اللي كنت بقول عليه اللي هو اخذ اللقاح بيقلل الانتقال بيقلل الانتقال بنسبه 50% زي ما تكلمت قبل كذا والتحورات الان بدات تاخذ كل ما بتنتقل كل ما بتتغير كل ما بتاخذ التحورات اكثر فهذا بيعمل لها نوع من انواع التثبيت في المستقبل طيب مكملين سؤال بس باخذ جاته بعد الفاصل انا امشي وجت نقطه تفتيش رجل الامن استوقفني وانا بسيارتي ماني بلابس كمامه فتحت النافذه هل انا اعتبر مخالف ولا لا بعد الفاصل ودي تجيب على هذا التساؤل صارت لي فاصل درجه يا اهلا بكم من جديد نكمل حديثنا عن الاجراءات الاعترازيه وكذلك ما يتعلق باللقاحات وشائعات اللقاحات في بعض الشائعات بطرحها على الدكتور بعد شوي، لكن أجد الترحيب بضيوفي العميد سامي الشويخ المتحدث الرسمي للامن العام وكذلك الاستاذ فادي الاحمري الكاتب والمهتم بالشان الاجتماعي ورحب عبر سكايب الدكتور ماجد الشمراني استشاري الامراض المعديه. سؤالي اللي كان قبل الفاصل لو انا اقود سيارتي ونقطه تفتيش لوحدي ماني بلابس كمامه وقفت عن نقطة التفتيش نزلت النافذة رجل أمن هل يخالفني؟ استاذ خالد يعني احنا خلينا ناخذها بس بمنظور اوسع، هو متى توقع المخالفه بحق الشخص الغير متقيد بالاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه والتي من ضمنها الحقيقه لبس الكمامه، متى ما باشرت انت الاختلاط الاجتماعي او انا باشرت الاختلاط الاجتماعي مع اي احد او تحدثت معه بدون أن أتقيد بالإجراءات الوقائية وتدابير الاحترازية، لبس الكمام أو ترك المسافة الآمنة، بالتالي أنا وقعت في المحظور. لكن كونك تكون في المركبة لوحدك، هذا لا يعني أن تطبق المخالفة بحقك، إنما متى ما بدأت يعني المخالفة يعني لا تعتبر مخالف؟ وانا بالحاله بالسياره ونزلت الدريشة انت ما بتتكلم عن لا انت اذا نزلت الشباك وبدات ايه تتحدث انت ايه دخلت في الان طريقه اخرى يعني انت لانه اه انت باشرت الحديث مع مع ايه شخص اخر فبالتالي دخلت في مسار اخر يختلف عن كونك تستقل مركبتك لوحدك او مع عائلتك بالتالي انت باشرت نشاط اجتماعي يوجب عليك ان تتقيد بالاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه طيب الدكتور ماجد خليني اسالك عن يعني شائعات اللقاحات يعني قاعده تطلع لنا شائعات، في ناس ينظرون الى الان انه اللقاحات مؤامره، ترى ما زال البعض عندهم مثل هالافكار، في ناس ينظرون الى انه لا جدوى من اللقاح بشكل كبير، في ناس يربطونه يعني بجوانب اخرى مختلفه تتعدد يمكن اراء من عندهم افكار يقاومون فيها او لا يرون فيها ضروره اللقاح، هالشائعات يعني كيف انت تراها؟ ولو تاخذها وتفندها يعني او توضحها. يا اخي خالد طبعا الاشاعات في البدايه يوم بدات عمليه يعني وجود اللقاحات وكذا كانت عباره عن تخوف الان بدات عملية يعني اعطاء لقاحات الكوفيد 19 من تقريبا حدود شهر 12 العام الماضي يعني لنا حوالي سبعه شهور او سته شهور عندنا في السعوديه هنا بدأنا نحن نعطي اللقاحات في وجودها الان ما في احد حوالينا ما اخذ اللقاح يعني ممكن تسال اي احد يقول اخذت اللقاح وانا كويس ما عندي شيء لكن وجودها الان يعتبر نوع من انواع اللي هو نقص الوعي اكثر منه تخوف الان واللي ف... عمرهم 12 ل 18 سنه اللي بدات اعطاهم لقا... اللقاح اليوم يعني البعض يمكن يقول والله يتخوف على عياله يعني وش يمكن نقول لهم؟ ممكن نقول لهم انه اللي هي هيئه الغذاء والدواء السورية آه صرحت بال... واعتمدت وجود اللقاح من نوع واحد فايزر بعد تجارب عده وايضا آه اثبتت مأمونيتها وتجارب ما هي بس ورقيه او بحثيه كانت كانت دول تجارب دول آه اعطت اللقاح للفئه العمريه هذه وكانت نتائجها جدا آه يعني امنه وفعاله يعني فعاله وهي طريق عوده للحياه الطبيعيه طبعا لو تبغاني افند بعض الاشياء ارجع لك لك فيها بس خليني الشباب يقولوا عندنا استطلاع للراي لاصحاب المحلات يعني نسالهم هل واجهتهم اشخاص ما يلتزمون بالاجراءات الاحترازيه كيف تتعاملون معهم؟ نتابع. طبعا اتعامل معهم بكل ادب يعني بس انه يكون لصالحهم هم يعني تفضل المحل بس البسوا الكمامات واذا واحده رفضت تفضلي برا. فاغلب الناس يعني ملتزمين والحمد لله فاللي مو ملتزم ما راح يدخل المعرض. فنتكلم عنها الامن ويعني المعرض بشكل عام ما يتقبل نهائي. نصحهم انهم يرتدون الكمام واذا ما رضوا فنضطر انه نطلعهم برا المعرض حفاظا على صحتهم صحتنا كلمه يعني باسلوب ونقول له ترى ممنوع ولو سمحت ارفع الكمام وبس يرفع الكمام في حاله ان احد رفض انه يرفع الكمام او شيء نبلغ على طول على السكرتيه يجي ياخذوه من المعرض ممنوع اصلا يعني عشان احترازات وكورونا ممنوع. يعني اصلا ممنوع في المول اصلا كله يمشوا بدون كمام، فما بالك احنا في المعرض وزحمه وزباين واطفال فلا. يا يدخل بكمامته يا يتفضل برا اذا ما عليه كمامه، واللي يدخل داخل المحل ومنزل كمامته نقول له ارفع كمامتك. طيب في غرامات على المحلات؟ في غرامه على المحل وعلى الموظفات، يتقفل المحل ويعطون غرامه على الموظفات. اذا حد قال لك بعطيك اي شيء بس شيل لا مو بشيل. كورونا طيب الان لو رحت المحل من المحل المفروض عند المدخل يتاكد ان تطبيق توكلنا ويقيس درجه الحراره بلا شك بدوا يتساهلوا ترى من تعدي. صاروا يدخلونا من غير ما يسالون، ترى انا أعلمتك. تبقى مخالفه ويبقى الحقيقه يعني الجهات المشرفه على هذه الانشطه التجاريه تطبق الحقيقه تتابع وترصد ويتم ايضا تطبيق العقوبات بحق المخالفين من ضمن العقوبات اللي تم اعلانها الاسبوع الماضي ايضا مخالفات على منشات تجاريه او منشات او محال، الحقيقه لم تتقيد بالتطبيقات والانظمه التي من ضمنها ضروره يعني التقيد بالاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه. طيب انا ودي تعطيني رايك موضوع المؤامره. مؤامرة اللقاحات يعني الحديث عن هذا الامر يمكن كان في فتره لكن الان يمكن الوعي عند المجتمع زاد يعني بشكل اكبر، لكن خلينا نتكلم عن لو نسبتهم 5% ولا اقل 3% ايا كان اللي عندهم اراء يعني ضد موضوع اللقاح. المشكله ال 5% و 3% احنا تحدثنا تحت الهواء مع سعاده العميد على اساس انه هؤلاء يهدمون لانه كلمه الهدم والاشياء السلبيه لها والتخوف يعني لها وقع قوي عند عند المتلقي اقوى من موضوع الامور الايجابيه والترغيب طيب فبالتالي طبعا لا نغفل موضوع المؤامرات والاشاعات ايضا موضوع المؤامرات فعلا والإشاعات هذه بدأت في, في بداية اللقاح لكن خفت حقيقة خفت بشكل كبير بعد ما رأوا الناس تلقوا اللقاحات وما حصل لهم يعني لا مشى ريوس ولا صار انه ايش قال صار زومبي ولا انه تحول الشخص الى انسان مختلف كان, كان حد يقول يتخيل إيه، كان كان يتحول <applause> ممكن يتحول الى إيه. الى شخص اخر الى إيه. كائن مختلف و... وانه يعني الدرجه انه إيه. ممكن يختلف في مشيته طيب ف... اشاعات كثيره وبالتاكيد يعني في كل حاله جديده يحصل فيها اشاعات لكن تحبطها أوه. المؤسسات العلميه والمؤسسات الصحيه من خلال الابحاث والدراسات التي تنشرها طيب دكتور ماجد يعني خلينا نتكلم عن هالجزئيه يمكن كان تقول عندك يمكن ما يتعلق بالمؤامره هذا يعني موضوع اخر لكن خلينا نتكلم في الناحيه الطبيه البعض حتى كانت يتكلم عن انه اخذ لقاح مثلا يعني مختلف ثم اخذ الجرعه الثانيه من لقاح اخر مثلا هذه الامور يعني مدى ضررها كيف اللقاحات يمكن ما تاثر على بعض كيف يمكن يطمئن المواطن والمقيم فعلا من هالناحيه بالنسبة للقاحات الان اخذ لقاح مثلا الجرعه الاولى من نوع والجرعه الثانيه من نوع اخر الان اثبتت مأمونيتها وتم اعتمادها حتى في اللجنه الوطنيه ونشر هذا في تويتر قبل كم يوم فهي امنه جدا والدراسات الحديثه بينت انه اللي اخذ مثلا الجرعه الاولى من لقاح استرازينيكا وبعدين اخذ الجرعه الثانيه فايزر كان نسبه اه ارتفاع الاجسام المضاده في اجسامهم جدا عاليه اه احسن منهم لو اخذ اللقاحين الجرعه الاولى والثانيه من استرازينيكا او الجرعتين الثانيه من فايزر وهذا تم اعتماده وبدا تنفيذه فعلا عندنا حتى في في المملكه هنا. اه لكن الاشاعات اللي كانت موجوده انه ممكن تغير الجينات مثلا زي ما الاخ الضيف قالوا انه بيصير زومبي هذه طبعا كثير في البدايه طبعا واثبت انه ما في ما في كلنا ما حد زومبي لا عندنا ولا في العالم كانت كان في اشاعه على حكايه الخصوبه تاثر أوه. على الخصوبه والان اللي اخذوا الجرعه الاولى في ديسمبر الماضي في منهم حوامل والان خلفوا في ناس تزوجوا وجاهم زوجاتهم حوامل حتى شفتها حتى في تويتر قال انا اخذت من اول ولا عندي اي مشاكل فالان صارت صارت التجربه قدام عين الشخص يعني ما يحتاج أوه. انه اروح انا على تويتر ولا اروح على واتساب واسمع اي شيء اصدقه انت شوف اللي حواليك الان الان جرب داخليا في اقاربنا واخواننا واهلنا صحيح ومجتمعنا وما في اي مشاكل ولا لأ طيب انا عندك تعليق؟ <applause> يعني. اي ما يتعلق بال بجزئيه الشائعات ايضا الاجهزه الامنيه تتابع وترصد الحقيقه يعني مثل هذه الشائعات او ترويجها في وسائل التواصل الاجتماعي او التطبيقات يعني الهواتف المحموله. وتطبق النظام بحق من يقوم بنشر أو إصدار هذه الشائعات وتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية بحقه أو بحق من يتورط أيضا من الناقلين لمثل هذه الشائعات وصلت <applause> <applause> إلى غرامة مئة ألف, <applause> ألف إلى أقل والأعلى إلى مليون والسجن سنه بحسب بالضبط بالضبط يعني ما في تهاون باللي قاعدين يطلعون هذه الشائعات ما في شك اكيد اي لها تمام ويثيرون القلق ما بين ما الناس ما في شك انها محل رصد ومحل متابعه ومن يقوم بذلك الحقيقه يعرض نفسه الى طائله العقوبه شكرا جزيلا لكم انا وقتي والله ولها كان في تساؤلات كثيره لكن آه يعني يكفي من القلاده ما احاط بالعنق اشكركم اشكر سعاده العميد سامي الشويرخ المتحدث الرسمي للامن العام كذلك اشكر أستاذ فهد الاحمدي الكاتب مرس الراي والمهتم بالشان العام وكذلك شكر موصول للدكتور ماجد الشمراني استشاري الامراض المعديه والله انا من ايام ازمه كورونا واذكر الاخوان وجهودهم الكبيره في هذه اذاعه التلفزيون وبرنامج كلنا مسؤول كنا ايام الحجر آه يعني جهود كبيره قاعده تبذل لاجل هذا الوطن والانسان اولا ترى ما بعد انتهت المعركة قربنا ايه لكن ما بعد وصلنا وبالتالي لا نسمع المعلومة الا من مصدرها الرسمي ودامنا ملتزمين ان شاء الله وطمنوا ترى لا اللقاحات ولا عمر بلدنا وقيادتنا ما اختاروا شيء ما فيه خير لنا باختصار اطمئنوا صحة الانسان والانسان اولا في هذا البلد العظيم اللي اعطى اللقاحات حتى المواطن والمقيم والمواط... والمقيم عندنا كانه مواطن في هذا البلد العظيم، اطمنوا ديرتنا بخير والمتحورات بحول الله اذا التزمنا خاصه مع موضوع السفر وامور كثيره ان شاء الله وجرات احترازيه اكيد ان شاء الله باذن الله بنقلل امد هالازمه، الله يجيب علينا الامن والامان والسلامه فيمن له.